الانديه الوطنيه تاع البطوله الاحترافيه برو 1 و 2. كان بالخصوص سلطنا الضوء على المستجدات اللي طراو على قوانين اللعبه بالنسبه للموسم الرياضي 2024-2025. كذلك بينا بعض الامور ولا بعض الاختلالات اللي لاحظنا اونيفو ديال لا براتيك ديالنا اونيفو تاع لافار. وفي الفتره الثانيه حاولنا اننا يعني نحلوا النقاش مع وسائل الاعلام حول المشروع ديالنا تاع هذا الموسم هذا، الاهداف وشنو هما الاختلالات اللي لاحظنا انها كاينه وشنو هما الحلول اللي نقدروا نديروا. وان شاء الله نتمنوا اننا نكونوا عند حسن الظن ونتمكنوا اننا نعالجوا بعض الامور اللي كتبان لنا اننا بمنظورنا احنا الجديد انه نعالجوا ان شاء الله القضايا الكبيره تاع التحكيم المغربي. ان شاء الله وي كاين حكام، لانه كما كتعرفوا كانوا عندنا واحد شويه تاع النقص في ليفيكتيف ديال الحكام، ماشي في العدد وانما في الناس اللي عندهم ليسونس فار اللي يمكنهم انهم يمارسوا في البطوله الاحترافيه واحد. وبالتالي الحمد لله انه المديريه السابقه قامت قبل يعني في الاواخر تاع الموسم الماضي قامت بثلاثه تاع الدورات التكوينيه في الفار، وبالتالي هذا العدد هذا الحمد لله تمكنا ان ناهله. وبالتالي دابا عندنا واحد العدد كافي تاع الحكام تاع الملعب اللي عندهم ليسونس فار، وبالتالي ان شاء الله عندنا واحد العدد لا باس به من الحكام، وفيه واحد النسبه كبيره من الحكام الشباب. اللاعب هو اللي يشوف اشنو هو اخذ الحمايه اللي بغى يحمي بها راسه. الحاجه الثانيه هي بادره جد طيبه قدمت عليها اللجنه المركزيه للتحكيم المديريه ديال التحكيم خلالها استدعاء ديالنا احنا كلاعبين واستدعاء ديال المدربين البطوله الوطنيه في اجتماع المسؤولين الجهاز اللي من خلاله تعرفنا على اخر مستجدات والقرار التحكيمي الجديده. نتمنى ان شاء الله هنا نستوعبوا بسرعه هذا الشيء اللي كاين جديد في الكره ونوصلوا للزملاء ديالنا. اكثر من ذلك انه احنا مطالبين رفقه الحكام ان شاء الله انه نعطيو واحد الطبق كروي يليق بالجمهور المغربي. المديريه من خلال سردوا جيد وبان بانها غتعتمد على حكام شبان هذا الموسم، نتمنى ان شاء الله اننا نعاونهم سبيل انهم يعني دغيا يتادابطاو مع الايقاع البطوله الوطنيه، نعاونهم من خلال اننا نهزوا الايقاع البطوله الوطنيه وهما من خلال السرعه في اتخاذ القرارات باش نعطيو واحد الطبق كروي يليق بذوق الجمهور المغربي. على العموم هي بدرجة طيبه نتمنى انها تتكرر ان شاء الله، لان لما تيكون دائما اللقاء ما بين الحكام وليزاكتور اللي كاينين في التيرا اللي هما الجمهور اللي هما اللاعبين والمدربين، ف تيولي داك التفاهم اكثر وتنوليو نفهموا قرارات تحكيميه علاش دارت. وبالتالي لقاء جد محمود نتمنى يتكرر بزاف المرات ان شاء الله. لما كتكون عندنا واحد الحركه ديال التعمد واضحه كنقولها واضحه كنستر عليها، ما كنقولش انا واحد اللاعب مشى دارها، نو كنهضر على ان واحد اليد مشات من ا لبي. اولا كنشكروا اللجنه المركزيه برئاسه رضوان جيد وكذلك الحرش على هذا اللقاء التواصلي يعني بيننا وبين الحكام. عرفنا من خلاله اخر المستجدات وهذه دائره صحيه اللي شتاني اللي دارت اول مره يعني في بدايه الموسم، وكنتمنى لها تكون فيها استمراريه، لان التواصل يعني تيخلي قريب من الحكام حتى يكونوا حتى باش نكون واحد العمل يعني يعني عمل يكون بسلاسه مع المدربين والحكام خلال الموسم القادم. كما قلت لك تعرفنا على عده تغييرات، يعني كاين بعض التغييرات دائما كيكون الجديد في عالم كره القدم. تعرفنا من خلال هذه الندوه هذه على التغييرات ديال القوانين ديال التحكيم، كذلك على الفار، على عده اشياء اللي كانت حقيقه كانت ايجابيه. وهذا الشيء كما قلت لك فهو شيء ايجابي بالنسبه لنا كمدربين، وشكرا.